ده انت بتتكلم انا بتكلم عن والله نقطه. هي مش بس فكره انك انت تصحي الوعي عند الناس، الفكره الاخطر من كده كمان. بما احنا بنتكلم ان احنا بعدنا عن حدث بالظبط بالفتره الزمنيه دي 50 سنه، ده معناه ربنا يديهم طبعا طولة العمر والصحه. ده معناه انه الجيل اللي عاش اكتوبر واللي صنع انتصار اكتوبر بالزبط. ما قداموش كتير، فبالتالي اذا كنت عايز تستخرج وتعيش وتاخد كدا. التجربه وتاخد المعايشه الحقيقيه ليه؟ ده اوانه، ده وقته عشان يبقى المعنى، المعنى والروح. طبعا كلنا زائلون ده بلا شك، لكن يبقى ما فعلناه. يعني جيل زي جيل اكتوبر تسجيله بالظبط كده، وتسجيله ده تسجيله من على لسان صناعه ونفس الناس بيتكلموا ويتحفظ. لانه المشكله زي ما بقول لك، انه لما تيجي اللي هم اللي بيروا التاريخ اللي بيروا قصص وحكاياته، اذا ما كانتش من صدر من الناس اللي عاشوه بالظبط وعاشوا المواقف شبه فيها صدق، فانت محتاج مرحله تنميه الوعي او ايقاظ الوعي بصفه عامه للاجيال اللي جايه دي، انها تعرف قيمه بلدها صحيح، وتعرف انه بلدها في وضعها ازاي. لكن يكون انك انت تبقى عايش تسيبه كانسان مهمش ما عندوش فكره عن اي حاجه، تساله في اي سؤال يقول لك انا ما اعرفش دي فين وراحت فين وجت منين، ده في حد ذاته يمكن بعد البرامج الاستطلاعيه نبهت، المفروض تكون جرس تنبيه للدوله والقائمين انه في حاجات بتتعمل بعد البرامج قد يراها البعض انها مثيرة للضحك، لكن هي كارثيه بمعنى الكلمه، وتعبر على الخطر اللي احنا بنعيشه انك انت مطالب. وواحد واحد من اهم الاخطار، انا دي حاجه انا رصدتها شخصيا، انا بحب التاريخ جدا ومش بس قرايه، بحب اشوف كمان. واحد من اهم مخاطر السوشيال ميديا وتحديد بعض الحاجات زي مثلا اليوتيوب، هو تزييف التاريخ بافلام وثائقيه مجهوله المصدر ومجهوله مدسوسه كده. في حاجه اسمها تصحيح التاريخ. في ناس جت صححت اخطاء في التاريخ، اخطاء تم تزويرها وكتبها لمصلحه اشخاص وضعهم في صوره غير الصوره بتاعتهم. صحيح. زي التاريخ ما يجب ان يكون يعني. ماشي. فانا عاوز اقول لك انه لازم يؤخذ هذه الحرب، اكيد هناك وثائق وقصص وحكايات وروايات مهمه جدا محتفظ بها، اتمنى انها تكتب. خلينا برضو عشان برضو نستمتع بواحده من اللقطات اللي عجبتني انا جدا شخصيا وتاثرت بحكم يعني معايشتي ومقابلتي لعدد كبير جدا من اسر الشهداء في السنوات الاخيره، وانا عارف وحاسس الى حد كبير، مش هقدر اقول بشكل كامل لانه ما حدش ابدا ممكن يحس بمشاعر الناس دي غير لو كان في نفس موقفها وعاش نفس تجربتها، بس الى حد كبير عشان انا قابلت جزء كبير جدا منهم، حاسس انه قد ايه الناس دي اتوجعت. واذا كنا كلنا كمصريين استحملنا فترات كتيره صعبه ودفعنا من 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 اعصابنا ومن قوتنا ومن مستقبل ولادنا الكتير عشان البلد دي تقدر تكمل وترجع في الطريق الصحيح، فهم الناس دي الحقيقه اكتر ناس دفعوا واكتر ناس استحملوا. النهارده انا شفت سليم احمد الخولي، نجل الشهيد المقدم احمد الخولي، وهو بيتم تكريمه وهو بيستلم ولد عنده سنين بسيطه جدا. وتكبر مهما تكبر، تنجح مهما تنجح، تاخد من الخبرات قد ما تاخد من الخبرات، يفضل وجود الاب في حياتك نعمه كبيره جدا. يفضل هو دايما السند، ويفضل هو دايما الامان في حياتك. فبالتالي ان ولد يفقد ابوه وهو في سن صغيره كده، اعتقد ده ثمن كبير جدا دفعه كتير من ولادنا في كل حته في مصر.